هلا والله. مقطع اليوم راح اقدم لكم فيه الالعاب المجانيه لشهر ديسمبر للاكس بوكس جولد وايضا البلاي ستيشن بلس. خلونا نبدا بالبلاي ستيشن بلس. اول لعبه مجانيه للبلاي ستيشن بلس هي لعبه سوما، وهي تعتبر لعبه رعب بقاء بالمنظور الاول، وتم اصدارها في عام 2015. اللعبه تعتمد بشكل كبير على حل الغاز والتخفي والاستكشاف، وما فيها اي نوع من انواع القتال. قصتها بكل بساطه انك تستكشف مختبر في اعماق المحيط، ويتواجد فيه الات متطوره فيها ذكاء اصطناعي تشابه الانسان من ناحيه الخصائص. ثاني لعبة مجانية معانا على البلايستيشن بلس هي لعبة اون رش، وهي تعتبر لعبة سيارات اركيد وفيها انواع من المركبات ومراحل كبيرة وواسعة. اللعبة باساسها لعبة افريقة في السباق 12 متسابق مقسمين لفريقين، وتعتمد بشكل كبير على السرعة وتكسير الخصم. تختلف عن كل العاب السيارات انها ما تشترط انك توصل الخط النهاية وانت المركز الاول، لا، اللعبة تقدم اطوار مختلفة. مثلا في طور الاوفر درايف لازم فريق ياخذ تيربو كثير عشان يوصل عدد نقاط معين، وغيرها من الأطوار المختلفة اللي لازم تجيب فيها نقاط معينة. أما الآن ننتقل للإكس بوكس جولد. أول لعبة معانا هي لعبة كيوب 2. لعبة كيوب 2 من تطوير توكسيك جيمز. قصتها أن الشخصية تصحى في مكان مجهول بلبس وقفاز خاص، وهذا القفاز يقدر يخليك تتحكم المكعبات الموجودة في البيئة عن بعد. اللعبة كلها الغاز، ولازم تتحكم المكعبات عشان تقدر تحل الغاز وتحاول تهرب من هذا المكان. ومع تقدم القصة راح تكتشف سبب وجودك في هذا المكان المجهول. اللعبة متوفرة طوال شهر ديسمبر. ثاني لعبة الجولد هي لعبة نيفر ألون. لعبة نيفر ألون هي لعبة بلاتفورم الغاز، وراح تلعب شخصية بنت اسمها نونا مع الثعلب، والكل شخصية له حركات معينة. الثعلب سريع في الحركة، والبنت تقدر تشيل الأشياء وتفتح مناطق جديدة، وقصتها هي اكتشاف سبب العواصف الثلجية، وتحاول البنت بعدين أنها تنقذ قريتها منها. اللعبة متوفرة من 16 ديسمبر إلى 15 يناير. وثالث لعبة معانا هي لعبة دراجون إيج 2، ويعتبر الجزء الثاني من لعبة الأكشن آر بي جي دراجون إيج اللي اصدرت على أجهزة الجيل الماضي من تطوير بايوير. أكيد راح تقدر تختار الفصيلة تصمم شخصيتك، والسلسلة معروفة إنها تعتمد بشكل كبير على قرارات اللاعب في الحوارات. اللعبة ممتازة وفرصة حق اللي ما لعبها في وقت الإصدار. وأيضا طريقة اللعب تغيرت من آر بي جي أو خلينا نقول استراتيجي آر بي جي إلى أكشن بشكل كامل، وبتكون متوفرة من 1 ديسمبر إلى 15 ديسمبر. ورابع لعبة معنا وهي اللعبة الأخيرة هي لعبة Mercenaries Playground of Destruction. تعتبر لعبة أكشن قديمة، أعتقد غالبنا يتذكرها ولعبها في وقتها. اللعبة عبارة عن امش وفجر واقتل في منطقة عسكرية مفتوحة، وتحاول إنك تمنع الحروب النووية. فيها ثلاث شخصيات أساسية تقدر تختار منها، ولكل شخصية ميزة معينة. اللعبة متوفرة من 16 ديسمبر إلى 31 ديسمبر. وهذه كانت العاب مجانيه لشهر ديسمبر. عطوا رايكم بالالعاب وعطونا لايك اذا عجبكم المقطع، وايضا لا تنسون تشتركون بالقناه. كان معكم فهد الشيحه، شكرا متابعه، مع السلامه.